مرض النخاله البيضاء، يا ترى ايه المرض ده؟ بيظهر في اي مكان في الجسم؟ شكله بيكون عامل ازاي؟ هل في امراض مشابهه للمرض ده ممكن تعمل لخبطه في التشخيص؟ يا ترى ايه علاج المرض ده؟ وايه اهم النصايح اللي لازم نقدمها للمرضى بتاعتنا؟ خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي وحضرتك بتتابع قناه اوكتوباس فارماسيست، حلقه كل يوم اربع فروم اي تو زد. اهلا بيك. في البدايه دي تهنئه بسيطه لكل الناس اللي بتتابعنا وبتجاوب على الاسئله، وفي نهايه الحلقه هتلاقي فيه سؤال، هتلاقي الاجابه بتاعته مستخبيه في الحلقه او موجوده في لينك اسفل الحلقه. بالتوفيق للجميع. في فيديو يوم الاربع اللي فات اتكلمنا على مرض البتريزز روزيه او النخاله الورديه. النهارده هنتكلم على نوع تاني قريب منه بنسميه بتريزز البا، النخاله البيضاء. تعالوا نتعرف ببساطة على شكل المرض ده بيكون عامل ازاي. اول حاجة كلمة بتريزز معناها نخالة او دقيق ابيض او بودرة خفيفة، ودي اول نقطة مميزة للمرض دوت. اما كلمة البا معناها ابيض، معناها دايرة بيضة، معناها بياض، يعني معنى اصح بقعة بيضة فيها قشور خفيفة جدا. عادة بتحصل مع الاطفال في عمر المدارس من عمر 3 سنين لغاية 16 سنة. اللون الابيض دوت المفروض ما يلخبطناش. اللون الابيض ده معناها انخفاض في الصبغة، مش معناها انعدام للصبغة. وطبعا ده بيحصل لخبطة بينه وبين البهاء، لان البهاء برضو مشكلة في تصبغ الجلد، لكن البهاء بيحصل فيه انعدام في اللون، لكن البتريزز البا معناها انخفاض في درجة اللون فقط. وغير كده كمان البهاء ما بيكونش فيه قشور، بتكون درجه اللون بس فتحت زياده عن اللازم. علشان كده هيقول لك هايبو بيجمنتيشن، يعني انخفاض في الصبغ مش انعدام الصبغ. اشهر الاماكن اللي بتظهر فيها البتريزز البا بتبقى الخدود والوجه، نادرا لما بنلاقيه في الصدر او الكتف او في الظهر. بيظهر على شكل دائري او بيضاوي، وساعات بتكون غير محدده. القطر بتاعها بيكون من 1 سم ل 4 سم، وزي ما قلنا ملهاش حدود واضحه، زي ما تقول كده بطش او بقع بيضه. بالنسبه للعدد بتاعها ممكن تبقى دايره واحده، ممكن توصل لخمسه، وفي بعض الحالات بتوصل ل 20 دايره. اول ظهور للمرض ده على الجلد عاده بيكون واخد اللون الوردي الفاتح، لكن في خلال فتره قصيره بيتحول للاوف وايت او الابيض الفاتح، وزي ما قلنا لما بيتحول للون الابيض بيكون عليه قشور خفيفه، لكن مع اول ظهورها لما بيكون اللون لسه وردي بيكون فيها حكه خفيفه. الفتره بتاعه استمرار المرض دوت ممكن يستمر من شهر لغايه 10 سنين، ممكن المرض يروح ويجي على فترات، ولكن اقصى فتره ممكن تحصل معاها المرض دي هي 10 سنين، لكن مع العلاجات والحاجات اللي هنقولها في الفيديو دوت ان شاء الله هتختفي في خلال اسابيع بسيطه. الحاجه الثانيه اللي عاوزين نتكلم عليها هو الديفرنشال دايجنوزز، ازاي نميز بين الامراض وبعضها. وزي ما اتفقنا ان الخطوه دي مش بتاعتنا كصيادله، دي خطوه الدكتور، ولكن احنا كصيادله لازم نبقى عارفين الدكتور هيعمل ايه بالظبط. اول حاجه الدكتور ازاي بيميز ما بين البهاء وما بين البتريزز البا. في عندنا اكزامينيشن او اختبار مهم جدا بنسميه وودز لايت اكزامينيشن، ده نوع من انواع الالترا فايولوت. الدكتور هنا بيعرض الالترا فايولوت لبقعه الجلد البيضة دي. لو البقعه البيضة دي اخذت لون ازرق فاتح عمل زي الفلورسنت كده تبقى ديت على طول بهاء، لكن طبعا ده ما بيحصلش في حاله البتريزز البا. النقطه الثانيه المهمه في التمييز ما بين البهاء وما بين البتريزز البا ان البهاء لما بيظهر في الوجه بيظهر عاده حوالين العين وحوالين الشفايف بالشكل اللي احنا شايفينه دوت. الحاجه الثانيه اللي ممكن تلخبط في التشخيص وهي حاله التينيا، زي التينيا كوربورس، التينيا فاشي، التينيا فيرزي كولر اللي ساعات بيسموها بتريزز فيرزي كولر. هنا الاختبار بيكون عن طريق البوتاسيوم هيدروكسيد استين. الدكتور بياخد مسحه بسيطه من القشور دي او من البقعه البيضاء ويحطها مع البوتاسيوم هيدروكسيد. لو النتيجه طلعت ايجابيه يبقى دي تينيا واضحه جدا. اما المرض الثالث اللي ممكن يحصل لخبطه ما بينه وما بين البتريزز البا وهو السوريسز او الصدفيه. الحقيقه ان الصدفيه بيكون شكلها مختلف تماما عن النخاله البيضاء. الصدفيه عاده ما بتظهرش في الوجه على طول، بتظهر في اماكن ثانيه زي السنايات، زي الركبتين والكوعين وغيرها. وكمان القشور بتاعتها بتبقى قشور بيضاء ضخمه عامله زي قشر السمك، وبيكون لما بشيل القشره الكبيره ديت بلاقي تحتيها نقطه دم. بمعنى اصح مفيش لخبطه او مفيش مجال ان الخبط ما بين الصدفيه وما بين البتريزز البا. دي اشهر الحالات اللي ممكن يحصل لخبطه ما بينها وما بين البتريزز البا. تعالوا نتكلم بقى على اسباب ظهور البقع البيضاء دي او النخاله البيضاء.
اول حاجة لازم نعرفها ان حتى الان مفيش تأكيد واضح ايه السبب الرئيسي للنخالة البيضاء، ولكن كل اللي احنا عرفناه ان الخلايا بتاعت انتاج الميلانين اللي هو صبغ الجلد بتنخفض، عادة الخلايا النشطة اللي بنسميها اكتيف ميلانوسايت. الحاجة التانية اللي اتلاحظت مع ظهور البتريسيس ألبا بتحصل بعد جفاف الجلد الشديد، يعني مثلا مع الاجواء الباردة جدا او البلاد اللي بتعاني من جفاف شديد جدا، او ممكن تحصل بعد الحكة الجلدية العادية خالص اللي احنا بنسميها الاتوبيك ديرماتايتس. الحاجة التالتة في بعض الحالات اكتشفوا ان في علاقة ما بين نقص الحديد ونقص النحاس وظهور البقع البيضة دي. طبعا النحاس ده مهم جدا جدا في انتاج الميلانين، وخصوصا مهم في انزيم بنسميه تيروزينيز انزيم، وبكده هتبقى العلاقة واضحة ما بين نقص النحاس وكمان ظهور البقع البيضة. السبب اللي بعد كده ممكن يكون في علاقة واضحة ما بين قلة النظافة الشخصية وظهور البقع البيضة، على سبيل المثال عدم غسيل الوجه بانتظام، التعرض المستمر للشمس بدون واقي شمس، التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، الناس بتبقى قاعدة مثلا في تكييف بارد جدا وبعدين تنزل في الشمس مرة واحدة، او العكس. في سبب كمان وجدوا ان فيه ممكن تحصل مع الوراثه، يعني يكون المشكله ديت موجوده عند الاب او الام بنلاقيها موجوده بنسبه كبيره عند الابناء. وكمان الوراثه ليها دور لو الاب او الام عندهم مشكله زي الازمه او حساسيه الربيع او الاكزيما الجلديه، كل الحاجات دي ممكن تؤدي في النهايه بالوراثه الى ظهور مشاكل الجلد زي بتريسيس ألبا عند الاطفال. السبب اللي بعد منه ممكن يكون ناتج عن استعمال خاطئ للكورتيزون. طبعا زي ما احنا عارفين الكورتيزون بيتحط على اي حاجه، كريمات تفتيح، كريمات ترطيب وغيرها. الحقيقه ان استعمال الكورتيزون فترات كبيره على الجلد بيعمل تبقعات في الجلد، بيقلل من الميلانين، فبالتالي ممكن يكون من ضمن اسباب المرض دوت هو كورتيزون، ولكن مع استعماله لفترات طويله على الجلد، وده زي ما قلنا بيعمل لنا مشكله الهايبوبيجمنتيشن او انخفاض في صبغ الجلد. السبب بعد منه ممكن يكون ناتج بعد استعمال المنتجات الخاصه بالبشره، زي بعد استعمال كريمات غير مناسبه للبشره، صابون غير مناسب للبشره، مكياج غير مناسب للبشره، او حتى بعد استعمال متكرر لمجفف الشعر. السبب الاخير اللي بنسميه كونتاكت ديرماتايتس، اللي هي الحساسيه الجلديه اللي بتحصل من لبس بعض المعادن او الحلقان او غيرها، ودي بعد انتهاء الحساسيه ديت بتظهر بعديها البقع البيضاء البتريسيس ألبا. دي اشهر الاسباب اللي بيظهر بعديها بتريسيس ألبا. طب يا ترى ايه هي اهم العلاجات اللي بتستخدم في حاله البتريسيس ألبا او النخاله البيضاء؟ اول حاجه لازم نعرف ان المشكله دي سيلف ليميتنج، يعني المشكله دي هتختفي لوحديها، ولكن زي ما احنا شايفين ان عاده المشكله دي بتظهر في الوجه، فبتبقى مؤذيه نفسيا للناس اللي عندهم المشكله دي، وبيحاول ان هو ينهي المشكله بشكل سريع وفتره قصيره. الحاجه الثانيه ممكن نستعمل اللو بوتنت كورتيزون، عاده بنستعمل هنا الهيدرو كورتيزون اللي هو اخف انواع الكورتيزونات. الحقيقه ان استعمال الكورتيزون الموضعي الخفيف زي الهيدرو كورتيزون بيحسن الحاله، وخصوصا في اول ظهور ليها، وبيرجع اللون طبيعي بشكل سريع جدا، وبالتالي نمنع اصلا ظهور البقع البيضاء او اللون اللي كان موجود الوردي زي ما احنا قلنا في اول الحاله ما يتحولش اللون الابيض. وطبعا استعمال الكورتيزون في الحاله دي بيكون فتره قصيره تقريبا شهر او اقل. الحاجه الثالثه اللي بنسميها الطار بيست او معجون الاطران، وطبعا ده فيه منه شامبو وطبعا كلنا عارفينه. الحقيقه ان احنا بنستعمل اللي هو الكول تار او الشامبو بتاع الطار او شامبو الاطران في حاله ان البقعه دي ما ظهرتش في الوجه، ظاهره في الكتف او في الصدر، وزي ما احنا قلنا ان البتريسيس ألبا عادة ما بتظهرش غير في الوجه، لكن لو ظهرت في اي مكان تاني في الجسم ممكن استعمل عليها التار بيست بدون اي مشاكل تماما، فاحفظ الخطوة ديت لو ظهرت المشكلة بعيدة عن الوجه. الحاجة الرابعة والحقيقة ان دي اهم خطوة في العلاج، وهي استعمال مرطب قوي جدا. عادة الدكاترة بتحب تخلط الكريمات المرطبة مع كورتيزون في اول فترة في العلاج، يعني الدكتور هيقول لك اخلط لوشن مرطب مع كورتيزون محلول الاثنين مع بعض لمدة شهر، وبعد كده وقف الكورتيزون وكمل باللوشن او الكريم المرطب. وفي بعض الحالات ممكن ما نستعملش اللوشن ونستعمل الكريمات، كريم مرطب مع كريم هيدروكورتيزون، نفس الحكايه بخلطهم واستعملهم شهر، وبعد شهر بوقف الكورتيزون وبكمل على الكريم المرطب لوحده. المهم في الخطوه دي ان انا اعرف ان الكريم المرطب في حاله البتريسيس ألبا هو العلاج الاساسي والفعال في الحاله دي. الحاجه الخامسه التاكروليماس. التاكروليماس زي ما اتكلمنا عليه قبل كده هو البديل شبه الامن للكورتيزون، لكن في الحاله دي انا بستعمل اصلا كورتيزون خفيف اللي هو الهيدروكورتيزون، فهنا هيكون فرق سعر كبير جدا على المريض ملوش داعي، فممكن اوقف خطوه التاكروليماس واكمل على الهيدروكورتيزون. ولكن لو حضرتك شفت في اي بريسكريبشن تاكروليماس فعلا من ضمن الحاجات اللي بتستعمل في الحاله دي. الحاجه السادسه هي استعمال الليزر، وهنا بيستعمل جلسات من الليزر مرتين في الاسبوع لمده 3 شهور، والحقيقه ان العلاج ده ناجح جدا، لكن عاده الدكاتره بيخلوا المرحله ديت لو الشخص قعد فتره كبيره جدا المرض بيروح وبيجي عليه او ما استجبش مع الكورتيزون والكريمات المرطبة. اخر حاجة عندنا هي استعمال اشعة بوفا
او سورالين الترا فايولت اي. والخطوه دي بنستعملها لما تكون البقع البيضه فعلا مقاومه ان هي ترجع للوضع الطبيعي. هنا البوفا بيرجع لون الجلد للطبيعي بشكل امن وسريع، ولكن البوفا ليها مشاكلها، علشان كده بنخليها اخر خطوه تماما حتى بعد الليزر. اخر حاجه عندنا واهم حاجه بقى واللي تمس شغلنا كصيادله هي البيشنت اديوكيشن. كل الكلام اللي فات ده مجرد مقدمه عشان يكون عندك معلومات اساسيه عن المرض وتفهم ايه اللي بيحصل بالظبط وازاي الدكتور بيشخص المرض. لكن اللي يهمنا احنا كصيادله لما يجي لك بريسكريبشن مكتوب فيها بتريسز البا، تبقى انت عارف ايه هي العلاجات الموجوده، تبقى عارف الريكومنديشن بتاعنا ايه، وتبقى عارف هتقول ايه للمريض اللي هو البيشنت اديوكيشن. اول حاجه توصلها للمريض ان المرض بتاعك دوت مش معدي، انت لا عندك تينيا ولا عندك بكتيريا ولا عندك اي مشكله. البقعه شكلها فعلا غريب، ولكن ده مفيش اي مشكله خالص من تلامس مع شخص تاني، فتقدر تعيش وتمارس حياتك بشكل طبيعي بدون قلق تماما. الحاجه الثانيه، المرض بتاعك سيلف ليميتنج، يعني مع الوقت هيختفي لوحده، ولكن احنا بنستعمل العلاجات دي علشان نسرع فتره العلاج. الحاجه الثالثه، الغسيل والنظافه الشخصيه مهمه جدا، ولكن لازم نستعمل غسولات تكون مناسبه للبشره. عاده نستعمل غسولات اللي ما يكونش فيها عطور عشان ما تعملش حساسيه وتزود القشور البيضاء او تعمل بقع جديده. الحاجه الرابعه، استعمال كيماويات غير مضره، يعني بلاش العطور المبالغ فيها، بلاش استعمال المكياجات من الانواع الرديئه، وبلاش اصلا استعمال الكيماويات عمال على بطال، وكمان بلاش استعمل المعادن على الوجه، بتبقى انواع رديئه. يفضل ما نستعملش معادن كبيره جدا عند الناس اللي عندهم حساسيه، يعني موضوع الحلقان وموضوع البيرسينج والحاجات اللي تتحط في الوجه دي يفضل تستعمل من الذهب الخالص، علشان الانواع الثانيه ممكن تعمل حساسيه وفي النهايه بتنتهي ببتريسز البا. الحاجه الخامسه، استعمال واقي شمس. الحقيقه ان واقي الشمس ده مش رفاهيه، وخصوصا في الناس اللي بتتعرض للشمس فترات كبيره. اخر حاجه عاوز اقولها في الحاله ديت ان في بعض الناس بتشغل دماغها غلط. في واحد يقول لك طيب طالما هي بقعه بيضاء ما خلي الشخص ده يتعرض للشمس، الشمس هتسمر لي البشره وبالتالي البقعه البيضاء تختفي. الحقيقه ان العكس هو اللي بيحصل، البشره فعلا بتغمق لكن البقعه البيضاء بتفضل موجوده زي ما هي، لان اصلا صبغ الميلانين قليل، فهو كده هيظهر المشكله اكتر ما بيعالجها. في النهايه اتمنى تكون حلقه النهارده مفيده وبسيطه وقدمت لحضرتك معلومه جديده. ما تنساش ده سؤال الحلقه، دور على الاجابه وسيب لي اجابتك في التعليقات. كل الماتيريال اللي بستخدمها وكمان المصادر هتلاقيها موجوده في لينكات اسفل الحلقه، وكمان طريقه التحميل هتلاقيها موجوده في لينك اسفل الحلقه. يا ريت لو عجبك محتوى الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير. شكرا واشوفكم الحلقه الجايه من اوكتوس فارماسيست. في امان الله.